أشكي أريد أسأل السؤال، أكثر المواقف المؤلمة اللي واجهتيها أثناء الرحلة مالتك؟ والله تريد الصدق؟ نعم. أول ما حطيت رجلي بالتشوب، على فكرة مو بلم، هو أني أريد أسألك هذا الموضوع. تشوب ينفخ، نعم. ما تعرف أنت حتموت أو تعيش. أوف. أكو هواي عالم قدامي ماتت قدام عيوني، وأنا كنت مصممة أطلع بهاي الرحلة حتى أعيش حياة نظيفة، نعم. حياة يعني بعيدة عن هاي التلوث، فهمت علي؟ نعم. أحسش العالم الأغلبية، ما أدري، أحسه صار مزيف ما يشبهني، فحبيت شلون أقول لك أروح على عالم يشبهني. أنت تقول لي خفتي؟ والله العظيم أنا صعدت تشوب كنت كلش متفائلة بدون حتى أي خوف، والله بدون أي خوف، شفت كلش بس أرد أعيش حياتي شي. المثابرة كتلة الخوف بداخلك. عافية، نعم. أنا إنسانة شجاعة كلش. الموقف اللي أذاك اللي ما يروح من بالك. الموقف اللي أذاني، تخيل يعني اللي قاعد يسوق تشوب كان سكران، اوف، وبسبب ردنا نموت. احنا 5 ساعات، ما يقارب ال5 ساعات احنا بالبحر، بالبحر ويانا اطفال، والاطفال تصرخ. انت بس عفوا انه طلعتوا هذا التهريب وكذا ايه من تركيا؟ ايه اها. اني تقريبا شهر كامل اني ببودروم، ويوميا الرحله تتاجل لان الشرطه تلزم المهربين. قبل يوم من الرحله قلت انا اليوم ارجع للعراق. صبرت هوايه، نعم. قلت اليوم اذا ما طلعت خلاص راح ارجع. فوالله الله سهلها بعد، الحمد لله. تمام، الحمد لله والشكر.